مسألة توزيعنا والفيلم، احنا مدرسه اوروبي، ده من وجهه نظري متواضعه خالص، ما احناش امريكاني، احنا غير قادرين على ان انا احط ميزانيات بال 100 مليون وبال 150 وبال 200 وبال 300 واكتر، ده هنا بتكلم على بالدولار عشان اخلق فيلم مبهر امريكاني. بس اقدر انافس مع الفيلم الاسباني والفرنساوي والالماني والطلياني ولا ايه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، في فيلم خد جايزه السيناريو في مهرجان القاهره اللي هو بيرفكت سترينجرز، اللي هو اتعمل منه نسخه اثارت الجدل بتاعت اياد نصار ومنى زكي اللي هو اصحاب ولا اعز. الفيلم ده اتعمل منه كذا نسخه، تكلفه الفيلم الايطالي ولا حاجه، لكن لف في كذا مكان صح، واوكي واتباعت حقوقه بقى فورمات، مظبوط، بتتباع حقوق الفورمات عشان يتنفذ فيه دول تانية. لكن الفيلم نفسه تكلفته كام؟ فيش. بالظبط كده، ده فيلم اللوكيشن الواحد. بالظبط كده. احنا بقى عندنا نموذج كمان، السينما الكورية. كوريا بدأت تطلع بأفلام وميزانيات قليلة جدا، اللي هو الميزانيات اللي هي 3 مليون دولار و 4 مليون دولار، واحنا بقينا نعمل ده بالمناسبة. احنا عندنا كيرا والجن ما هو متكلف فوق 5 مليون دولار. فاحنا عندنا، احنا عندنا ده ونقدر. بس كوريا عملت ايه بقى؟ اشتغلت على افكار جديده. فتدخل دلوقتي على نتفليكس تلاقي ايه بقى؟ تلاقي كوري مسلسلات وافلام. مكتبه. ده ليه؟ ده بالمناسبه بدايه من الثمانينات، يعني هم بادين بعدنا بكتير. طبعا بدايه من الثمانينات هم بداوا يصحوا، بداوا يتحركوا. فتلاقي مثلا اللي هو لعبه الحبار مثلا، ما هو العالم كله كان قاعد بيتفرج عليه منتظره، فكره جديده تماما مطرقعه، اشتغلوا عليها بتكلفه مش كبيره ومش قليله، وجاب تكلف قد تكلفته 10 15 مره. فانت تقدر تعمل الجيم ده سهل. اولا ان انت بقى عندك مشكله، انه انت مش مد، انت عندك كتاب سيناريو شاطرين جدا، بس انت مش مديهم مساحه. بالمناسبه كان في حاجه مهمه جدا اتكلمت عليها الاستاذه انعام محمد علي في كلمتها في مهرجان القاهره للدراما، لما قالت انه العمليه الانتاجيه بقى فيها مشكله، بقت بتخنق السيناريو، فبقى الكتاب ما عندهمش فرصه ان هم يكتبوا ويبدعوا. ليه؟ لان انت بتبدا المسلسل بتفتكر انه رمضان، قبل رمضان باربع خمس شهور، فتختار فكره، فهوب طب اكتب، فيدخلوا بثلاث اربع حلقات، بتقول تلت المسلسل بيدخلوا بيه، ويدخلوا مثلا المسلسل 30 حلقه يدخلوا ب 10 حلقات. لا، انا اعرف ناس دخلت بثلاث حلقات مكتوبين وقاعد بيكتب باقي ال 30 حلقه وهو بيتصور. فدي مشكله. نفس الحدوته في السينما. في السينما انت السيناريست بقى ترزي، اصله فلان عاوز تزود دوره، اصله احنا عندنا مش هنصور في الغردقه، هنصور في سيوه، فهنغير. طب ما هو انا عندي حاجه في كاتبها انا في الاساس في المعالجه، انه انا عايز الغردقه علشان مثلا هنروح سفاجه في الحته الفلانيه ففيها حاجه معينه. لا، فتغير الحدوته كلها مثلا كده. نفس الحد لظروف انتاجيه ولا ظروف النجم، اصله مسافر، اصله عنده هو حكايه النجم دي هي المساله اللي لازم من وجهه نظري انا تتظبط حبتين ثلاثه. جزء منها اتظبط، مساله الاجور المبالغ فيها لدرجه الهوس، فجزء اتظبط، انا احب انها تتظبط اكتر كمان بصراحه. طبعا. بس كمان مساله النجم اللي بيقرر ان هو بيختار مين هيمثل في المسلسل ولا الفيلم، والنجم اللي بيقرر مين بيخرج. ما هنهزر. الله يرحمه الاستاذ اسامه انور عكاشه، وهو يعني عم الشغلانه. طبعا. تمام. والاستاذ وحيد حامد عم الشغلانه في السينما. طبعا. ما حدش كان بيقدر يغير كلمه ولا الدموع. اللي كان عايز يغير فبيطلب الاستاذ وحيد يقول له بعد اذنك انا شايف انه كذا ممكن تؤدي نفس المعنى، بس علشان طبيعه الشخصيه فيها يعني، فالشخصيه تقول الكلمه دي ما تقولش الكلمه دي، فيحصل نقاش على كلمه، على مصطلح. تمام. رحله ابو العيله البشري
كان في حاجه اسمها بروف الترابيزه. بروف الترابيزه دي ما بقتش موجوده. بروف الترابيزه دي معناها ان المخرج والسيناريست ومعاهم فريق اخراج ومعاهم ابطال العمل بيقعدوا مع بعض لمده 10 15 يوم بيقروا النص اللي هو موجود كاملا من جلده للجلده. بالظبط كده. احنا النهارده مين في مصر بيقعد يذاكر؟ مين في مصر اصلا بيتفرج؟ مخرجين وكتاب وممثلين. ما هو للاسف احنا لا عندنا ثقافه ثقافه حقيقيه من خلال كتب وقراءات و الا ما ندر جدا، ولا عندنا ثقافه بصريه ان احنا بنتفرج وبنشوف غيرنا بيعمل ايه. لذلك الناس لما بتقول اصل الفنانين ما بيجوش مهرجان القاهره السينمائي وما بيحضروش، انا مش عايزهم يحضروا افتتاح وختام. افتتاح وختام ده مهم علشان القنوات ونعمل الصدى المطلوب من المهرجان انه ده طبيعي انه يحصل، بس كمان عايزهم يحضروا الافلام لانه مش هيلاقي مش عارف يتفرج على الافلام دي في حته تانية. ما انا برضو بستغرب من النجم لما بيحضرش فيلم ده. ما هو دي ازمه. فاحنا عندنا تجارب اخرى في دول تانية حوالينا في نفس المربع بتاعنا، كانت اللي هي الصين، كوريا، دول أوروبا الشرقية وغيرها، نقدر نستفيد منها ونقدر كمان ان احنا نغير المنظومة الانتاجية في مصر ان احنا نستفيد ونفكر احنا ازاي نطور من ادائنا وما يبقوش النجوم بتاعنا ما عندهمش ثقافة. طيب ده انا قطعت الجمله، كملها عشان هو مين اللي انا هسالك سؤال يا استاذ يوسف. مين اللي لمع عندنا في رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله؟ هحاول استعيد هريحك مذاكرتي. بتوع المسرح. ليه؟ لان بتوع المسرح بيقروا طبعا وبيتفرجوا، جزء من تركيبته ودراسته كده. بالظبط، متربي كده، متربي ان هو يقرا مسرح عالمي ويقرا مسرح عربي صح، ويجيد التحدث باللغة العربية الفصحى طبعا، ويجيد التحدث بالعامية. الحروف ما بتقفش معايا. احنا في ممثلين عندنا مش عارفين ما بنعرفش بيقولوا ايه،